إذا تقيأ الشخص أثناء الصلاة أو خرج منه دم، هل تبطل صلاته أم لا؟ إذا تقيأ أثناء الصلاة فإنه ينتقض وضوءه وتبطل صلاته، أما إذا خرج منه دم فإن كان يسيرا فإنه لا يؤثر على صلاته، أما إن كان دما كثيرا فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنها تنقطع صلاته بناء على أنهم يرون أن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء، ومن العلماء من يرى أنه لا ينتقض وضوءه، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي الفجر أكمل صلاته وثوبه وهو يثعب دما، رضي الله تعالى عنه جرحه يثعب دما. وكذلك الصحابة كانوا في المغازي تحصل عليهم جراحات ويخرج منهم دماء، ولا يذكر أنهم يتوضؤون من ذلك أو يقطعون صلاتهم. وفي قصة الذي كان يحرس العسكر في مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي من الليل، فرمي بالسهام وأصابته واستمر في صلاته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع خروج الدم الكثير منه. نعم.